وقلنا طبعا ان ممكن تشارك معانا بالتليفون لو عندك حل غير الحل بتاعنا، حل كويس يفيد كل زمايلك، اتصل بينا وقول لنا حلك، وان شاء الله نقوله لكل الطلبه باذن الله. تعالوا كده مع بعض نفتكر السؤال اللي احنا خدناه اخر مره. السؤال كان بيقول لو كان الوسط بيساوي الوسيط وكان عايز عدد القيم. تعالوا كده نشوف مع بعض السؤال معانا على الكمبيوتر. السؤال كان بيقول ايه؟ بيقول اذا كان عندي 8 و6 و10 و4 وس، اذا كان الوسط يساوي الوسيط فان عدد قيم س هي، يا ترى س ليها قيمه واحده، ليها قيمتين، ليها ثلاث قيم، ليها اربع قيم، مين الحل بالظبط؟ تعالى كده نشوف الحل بتاعنا ايه، وتشوف انت كمان حلك ايه في البيت. افكر كده كل حبايبي هنا مع بعض، مستر فكرنا تاني بالوسط والوسيط تاني مع بعض. احنا قلنا مع بعض ان الوسط الحسابي بيساوي ايه؟ انا بتكلم على قيم. قال الوسط الحسابي بيساوي في القيم مجموع القيم على عدد القيم، مجموع القيم على عدد القيم، ده كان الايه؟ الوسط. طب والوسيط؟ قال لي الوسيط بيساوي عبارة عن ايه؟ قال لي الوسيط بنعمل كالآتي. افكر برضو حبايبي، كنا بنرتب اي ترتيب تصاعدي او تنازلي وناخذ القيمة الوسطى. ناخد القيمة اللي في النص، ممكن تبقى قيمة واحدة يبقى ناخد هي القيمة دي، ممكن يبقى قيمتين نجمعهم ونقسم على اتنين. طب ما تيجي كده نشوف مع بعض هنا الحل بتاعنا ايه. انت مديني القيم بتاعتنا كالآتي، اهي تاني كده عندنا على الجهاز، 8 و6 و10 و4 وس. هقول له اول خطوة هعملها هي الترتيب. طب انا لما اجي ارتب اهو كده هوريك الترتيب مع بعض، انا لما اجي ارتب رتبت كده، قال لي استنى بس، انت عندك هنا السين ليها كالآتي، المفروض ان السين ممكن تبقى قيمة اقل من الستة فتبقى الستة اللي في النص، او السين تكون قيمتها اكبر من التمانية فتبقى التمانية هي الاوسط اللي في النص، يا اما السين تكون واقعة بين الستة والتمانية اللي هما في النص اللي عند الاتنين. ما انا عندي لما احط سين سواء في اليمين او في الشمال هيبقى اللي في النص عندي هنا التمانية والستة، لو حطيتها في الايه؟ في الناحية من ايه؟ اصغر من الستة، هتبقى الستة اللي في النص، حطيتها اكبر من التمانية يبقى التمانية اللي في النص، او بين الستة والتمانية يبقى السين هي اللي فين؟ في النص. يبقى كده من غير ما احلها حتى خالص انا عرفت ان السين كده يبقى ليها ثلاث قيم، قيمة اقل من الستة، قيمة اكبر من التمانية، قيمة بين الستة والتمانية. ده المفروض الحل السريع في الاختيارات. طب ما تيجي كده مع بعض نجيب بقى القيم بالمرة. تعالى كده نطبق القانون بتاعنا ونجيب قيم. انا هقول هفرض في الاول ان السين قيمتها اقل من الستة، اقل من الستة ممكن تكون اكبر من الاربعة او اقل من الاربعة ما تفرقش، يعني احطها قبل الاربعة او بعد الاربعة ما تفرقش معايا، هتبان في الناتج. يبقى انا هقول له ايه؟ اولا الوسيط، الوسط الاول اهو الوسط بيساوي ايه؟ مجموع القيم. ما تيجي نجمع كام يا سيدي؟ قال لي 10 زائد 8 زائد 6 زائد 4 زائد س على 1 2 3 4 5، يبقى على 5. طب مين دلوقتي اللي في النص؟ قال لي هنا خلي بالك اهو، ادي الاول والاخير، اللي قبله واللي قبله في النص مين؟ الستة. يبقى المفروض ان ده بيساوي ستة، هو اللي قال لي الوسط يساوي الوسيط، المفروض ان الوسيط ده كده الوسيط بتاعي اهو، ده الوسيط، ادي الوسيط، يبقى ده الوسط يساوي الوسيط. ما تيجي نحل المعادلة مع بعض. هقول له حاضر اجمع، قال لي 10 زائد 8 ادي كده 18 و6 ادي كده 24 يبقوا 28 زائد سين، طبعا هنا السين ده رمز،
ما ينفعش نجمعه على الأعداد الموجودة. أنا بجمع إيه؟ بجمع حدود متشابهة. يبقى هنا بجمع الأعداد لوحدها والرمز لوحده على 5 يساوي 6. طب ما احنا اتفقنا ان حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين اهو. يبقى اصبح عندي ايه؟ 28 زائد س يساوي 5 في 6 ب 30. ما تيجي نودي هنا 28 بمعكوسها الجمعي او نضيف المعكوس الجمعي للطرفين بتاع 28. يبقى اصبحت س تساوي 30 ناقص 28، يبقى س تساوي كام؟ قال لي س تساوي 2. ادي اول قيمه. يبقى هنا لو انا قلت ان الس قيمتها اقل من السته هتطلع الس قيمتها ب2، عشان الوسط يساوي الوسيط يطلعوا الاثنين سته زي بعض. يبقى كده بانت ان الس هتبقى اقل من 4 مش اكبر من 4. ادي القيمه. تعالى كده نجيب ايه؟ نجيب مع بعض القيمه الثانيه. القيمه الثانيه ايه بقى؟ قال لي دلوقتي لو احنا اتفقنا ان الس قيمتها بين السته والثمانيه، يعني يبقى الوسيط هو ايه؟ هو الس. يبقى الترتيب بتاعي كالاتي اهو. يبقى ايه الترتيب؟ الترتيب هيكون ازاي بقى؟ هقول له اولا انا عندي 10، بعد كده عندي 8، بعدها يبقى عندي س، بعدها يبقى عندي 6، ثم الأربعة. مين اللي في النص؟ قال لي س. يبقى كده الوسيط هو س. يبقى مجموعهم على عددهم يساوي س. يبقى أنا في الحل بتاعي كده هقول له كده أهو يا سيدي. دول بكام احنا اتفقنا؟ 28 زائد س على 1 2 3 4 قلنا على 5. ده بيساوي ايه؟ قال لي يساوي الوسيط هيساوي س. طب ما تيجي نضرب مع بعض حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. اصبح عندي ايه؟ هقول له كالاتي: 5 في س ب 5 س يساوي 1 في 28 ب 28 زائد 1 في س بس. لما نيجي نحل المعادله، وخلي بالك انا بخلي السين في طرف والاعداد في طرف، يبقى انا هجيب السين مع السين بعكس الاشاره، يبقى انا هودي السين دي بمعكوسها الجمعي، هي موجب سين تروح بسالب سين. يبقى اصبح عندي المعادله ايه؟ 5 س ناقص س يساوي 28. ايه دول يا مستر؟ قال لي كده يبقى 4 س يساوي 28. تمام. طب ما نقسم على الأربعة. قال لي لما نقسم على الأربعة في الطرفين يبقى س هتساوي 28 على الأربعة يساوي 7. يبقى هنا الس في النص تبقى قيمتها 7 بين الستة والتمانية، وتبقى في الحالة دي هي الوسط وهي الوسيط. آدي الحالة التانية. تعالوا نتكلم على الحالة التالتة. لو احنا فرضنا إن الس قيمتها أكبر من التمانية، أكبر من التمانية بقى ممكن تكون أقل من العشرة أو أكبر من العشرة، ما تفرقش، هتبان معايا لما أجي أحل المعادلة بتاعتي. يبقى هقول له كده الترتيب بتاعي بقى، الترتيب الجديد أهو. الترتيب هرتب تاني، هقول له إيه؟ أنا عندي هنا لو كانت السين كبيرة، السين أكبر من التمانية، ممكن نحطها في الأول، سين هي الأكبر، ثم 10، ثم 8، ثم 6، ثم 4. ادي الخمس قيم بتوعي. اصبح دلوقتي مين اللي في النص؟ قال لي في النص 8. يبقى الوسيط هو 8. هقول له اذا يبقى مجموعهم على عددهم 28 زائد س على 5 يساوي 8. حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. يبقى 1 في 28 ب 28 زائد 1 في س بس يساوي 5 في 8 ب 40. هنتخلص من 28 بمعكوسها الجمعي او نوديها باشاره مخالفه، يبقى س بتساوي 40 ناقص 28. تبقى س هتساوي كام؟ قال لي يبقى س تساوي ادي 12. ادي الثلاث قيم بتوعي. يبقى في عندي جبنا قيمه ب2 وجبنا قيمه ب7 والقيمة التالتة هي ال 12. ادي التلات قيم بتوع السين اللي يخلي الوسط يساوي الوسيط. طول ما انت عارف القانون بتاعك هتمشي عليه صح.
مهما كان السؤال في فكرة، لا النظام الجديد عايز كده. يعني ان شاء الله في النظام الجديد في اولى ثانوي وهم عايزين كده، ده نظام الامتحان، اختيارات زي كده. انا مش هعرف اختار الا لما احل المسألة. احلها ازاي؟ بالطريقة دي، انا عارف قاعدة همشي عليها. يعني هو مسموح لك انك تخش بكتاب المدرسة، ادخل بالكتاب. طب هل السؤال ده موجود في كتاب؟ لا، انا مديك القاعدة اللي تمشي عليها، لكن مش هديك المسألة تبقى انت حافظها. مش عايز تحفظ، عايز تبقى فاهم. انا فاهم الطريقة ازاي، فانا همشي عليها. الوسط يساوي الوسيط، يبقى انا هشوف قانون الوسط ايه، قانون الوسيط ايه، همشي عليه واشوف القيم اللي عندي ايه. يبقى زي ما قلنا اهو تاني مع بعض كده على الكمبيوتر، مجموع القيم على عددهم يبقى 28 زائد س على 5 بيساوي 6، حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين، تبقى الس ب2. تاني مرة هنقول ان الس هي اللي في النص برضو، يبقى 28 زائد س على 5 بيساوي س، حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين، يبقى الس هتساوي 7. الحالة التالتة والأخيرة إن الس أكبر من التمانية، هيبقى 28 زائد س على 5 دي بتساوي 8، حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين، يبقى الس هتساوي 12. طيب تعال ننتقل إلى فكرة تانية ومثال تاني. الفكرة التانية بتقول لي طبعا عدد قيم السين تطلع 3